أنا اسمي فاطمة عبد صليبي، لبنانية، ساكنة مخيم شتيلة، العمر 42 سنة. أنا أساسي أنا من بعبدة، وتجوزت قعدت بحي السلام ورجعت قعدت بمخيم شتيلة. ربيت أنا يتيمة بلا أم ولا بي، يعني رباني عمي، وربيت أنا بيئة جبل مش بيئة بيروت، وما تعلمت لأنه ما كان عمي يعلمني مثلا، انه نحن ست اخوه ربينا، وصرت اشتغل عند عمي وعشت بالايتام كمان، وبس كبرت تجوزت وقعدت اخذت واحد فلسطيني وتجوزت قعدتهم. صراحه تعلمت يمكن للصف الاول، بس كان حلمي اتعلم وكون احسن من هيك، يعني اتعلم دكتوره محاميه، كان حلمي انه اتعلم، انه عمي كان بحب العلم لانه سلاح للوحده. بس الزمن اللي وصلنا له انه ربيت يتيمه، بتعرف اليتيم ما بيرا العم ما بيعلم مثل البي والام لما تكون موجوده بالبيت. يعني انا كان عمري شي 13 سنه بس بلشت اشتغل. اول شيء كنت عند عمي اشتغل بالحقله بجنينات، بس توفى عمي صرت اشتغل معمل خياطه ومعمل شوكولا. كيف يعني كنت اشتغل معامل، لا قدرت ربيت اخواتي. وعيت انه على شغل، ما وعيت انه على رياحه، وعيت على كبنت واعي عم توعى شوف ايام حلو. لا كانت صعوبة كتير بالحياة، لانه كتير كنت اشتغل، يعني مش شغلة واحدة، كنت اشتغل شغلتين، وبلاقي اخواتي انه بحاجة لالي، ما بلاقي حدا حوالين الا انا. البنت ما فيها شو ما كانت تشتغل، في شغل معين لالها. الشاب شو ما راح اشتغل ما بقولوا وين رحت، بس البنت كان في صعوبة متشدد. لو انا معلمة كنت اشتغلت باي وظيفة، يعني يمكن تعلمت ممرضة، تعلمت دكتورة، أي شغلة أبسط حقوق، يعني محاسبة، كمبيوتر، يعني كنت اشتغلت ورا مكتب، ما كنت اشتغلت هيك شغلات. بي كان ميت شهيد مع الفلسطينية، كنت انزل أقبض شهرية منه، مر الياس كنت أقبض، بس اتجوزت وقفوا لي. أول شيء أنا ما كنت اشتغل، مرت جوزي اضطريت اشتغل بروضة، صرت اشتغلت روضة تنظيفات آزنة، ورجعت من بعد ما خلص من الشغلة روح على شغل تاني اشتغل، يعني لحق من الصبح العشية على شغل، كنت اترك ولادي صغار وروح اشتغل عشان اقدر عيش ولادي، لانه انا عندي 4 صغار كانوا يعني، وجوزي كان مريض. صحيح انه كانت هون في ناس مثلا تيجي مثلا برمضان بتساعد مثلا، بس ما كان يكفي المساعدات لانه كان عندي اجار بيت وعندي مرض، ما كان يحق لي اشتغل انا. وبعد لك لهلا علي ديون، جيت عند حكيم غلطة حكيم انأذت لانه صرت امشي على الواكر، اضطر اولادي يتركوا المدرسة اللي كانوا يتعلموا بروفة، كان يشتغل مطرح تنظيفات بالمدرسة، لقوا صعوبة كتير لانه لما كانوا بالمدرسة ابني مثلا الصباح بيروح المدرسة مثلا بيجي الساعة 1 لا يدرس ولا شيء، يقعد معي بالبيت لا يهتم فيي، وبنتي بتروح تشتغل مع هذا مطرحي بالتنظيفات وبالمدرسة. لقوا صعوبة كتير اولادي ما قدروا يكفوا دراستهم هالسنة. هلا انا منفصلة عن جوزي، انا عايشة لوحدي، يعني كأربع اولاد وكولدين من رضا بيناتهم، وما في الا انا اشتغل. كنت اشتغل مبسوطة، يعني صحيح انه اتعب من 7 ل7 بس بالنهاية انه اشتغل. مش ندمان انه اخذت واحد فلسطيني لانه كنا شعب واحد، بس انه ندمان انه بفرقوا بين الفلسطيني وبين اللبناني. طب ما هيدا صار بلدك، يعني صار بلده، يعني شو ذنبه فلسطيني اذا هي رزقته او هو خلق فلسطيني؟ لو الأونروا او هو لبناني ما بيصير معي هيك، لانه في ضمان، على الضمان لو جبت الاذن بترجع ترجع حقهم بترجع، بس فلسطيني ما بيرجعوا، من وين بدك تجيبهم؟ خلص بدك تدينهم وبدك ترجع تدفعهم.